مستمرين في اننا نتابع نماذج مميزه جدا كانت موجوده امبارح في افتتاح مدينه المنصوره الجديده. كان من الامور الملفته جدا للنظر روعه وجوده مستوى كورال جامعه المنصوره اللي نال اعجاب الرئيس اثناء تفقده لكورنيش المنصوره الجديده. الرئيس بسبب ادائهم المتميز وعد بتنظيم مسابقه على مستوى المحافظات لاكتشاف المواهب على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة. واحنا متشرفين انه على تليفون معنا دكتور عمرو المرسي المشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعة المنصورة. مساء الخير دكتور عمرو. السلام عليكم، اهلا بحضرتك استاذة دينا. اهلا اهلا بسيادتك فندم. عليكم السلام دكتور عمرو. احنا امبارح يعني اعتقد انه كان يوم مميز ومتأكدة انه تم الاعداد ليه قبلها بفترة كبيرة جدا. طبعا اكيد طبعا طبعا. اسمحي لي في البدايه استاذه دينا ان انا اعبر عن سعادتنا يعني وفخرنا بمشاركه فريق الموسيقى والكورال جامعه المنصوره امام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في هذا الحدث العظيم يعني الحمد لله. وطبعا احنا استعدينا في البدايه، احنا طبعا اتبلغنا ان تم ترشيح فريق الموسيقى والكورال بالجامعه المنصوره للمشاركه في فعاليات افتتاح مدينه المنصوره الجديده. وطبعا ده كان بالنسبه للفريق شيء مشرف جدا وانه يشارك في حدث عظيم زي ده. وبدأنا نستعد للمشاركة وكان الأولاد متحمسين جدا جدا وعلى قدر كبير من المسؤولية واشتغلنا وكان في طبعا بروفات للاستعداد ليوم الافتتاح. والحمد لله يعني أولادنا الطلاب قدموا عروض مميزة وطبعا كانت نتائج المشاركة في الحدث العظيم يعني كان من أهدافه طبعا يعني توسيع دائرة المشاهدة وإتاحة فرصة لأولادنا الطلاب يشوفوا نفسهم في منصات هامة وفعاليات قمية كبيرة تكون ليهم حافز يعني كبير. أسأل حضرتك سؤال، هو الكورال موجود على مدار السنة يعني فعاليات الجامعية بيقدم حفلات بشكل دوري ولا بس بتجتمع ولا في مناسبات؟ هقول لسيادتك على حاجة. الحمد لله أنا بقول يعني كان فريق الموسيقى والكورال في الجامعة محظوظين. إحنا عندنا في الجامعة يعني القيادات مستنيرة جدا وداعمة بشكل دائم للنشاط الفني بشكل عام. رئيس الجامعه والاستاذ الدكتور شريف خاطر وسياده النائب الاستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي يعني دايما داعمين واحنا شغالين بشكل دائم. من بدايه العام الدراسي بيتم التنقيب على المواهب واضافه كوادر جديده من الطلاب الموهوبين وطبعا بيتم طول السنه في ورش فنيه من زي في بروفات طبعا بشكل دائم وفي فعاليات كبيره. احنا طبعا بنشارك دايما في حفلات وفي مؤتمرات وفعاليات قمية داخل جامعة المنصور بشكل دائم صورة مستمرة على طول يعني. دكتور عمرو، كان في لفتة كده حصلت انه في فتاة لطيفة من ذوي الهمم ودعيت من قبل الرئيس للمشاركة في العزف، هي بحسب ما احنا فهمنا كده هي مش من اعضاء الفريق مش كده؟ بالظبط بالظبط يا استاذة دينا. خلاص بقت عضوة دلوقتي طبعا. ده انضمام رسمي طبعا. طبعا هي البنت اسمها ياسمين وهي طبعا بتشتغل في بعض الحرف اليدويه من اشغال يدويه وهي يعني بتحب تعزف على الاورج الكيبورد هي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. بالظبط يا فندم. وطبعا لما تم اثناء تفقد فخامه الرئيس للممشى تم حديث يعني طيب جدا ما بين فخامته وما بين ياسمين وطلبت ان هي نفسها تعزف امام سياده الرئيس يعني. وبالفعل سياده الرئيس كان بيتفقد الممشى وجي وصل عند العرض وجت شاركت العزف طبعا وما شاء الله هي على فكره موهوبه يعني بنت موهوبه جدا جدا بتعزف كويس جدا يعني. احنا عايزينك بقى يعني مش هنوصيك انك تتمسك بما قاله سياده الرئيس عن اكتشاف المواهب في جميع الجامعات المصريه واعتقد انه البدايه كانت من فريقكم وتقديمكم اللي حظي بكتير من القبول فأتمنى كمان أن احنا ما قالوا السيد الرئيس كمان اكتشاف المواهب في الجامعات المصرية احنا بنعتقد أن ده جزء من الحفاظ على مستوى الثقافة في مصر كلها طبعا بيبدأ طبعاً من الجامعات. وسيادة الرئيس في حديثه مع الأولاد قال أن شاء الله يكون في مسابقة قمية للشباب الموهوبين وطبعا احنا شايفين بصورة مستمرة دعم للمواهب من الشباب دي دعم ما بيخلص ما بينتهيش مستمر بشكل دائم يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو المرسي مشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعه المنصوره.